نشرة أخبار الوكالة نيوز، أهلا بكم. السيسي لخريجي الكليات العسكرية: مهمة حماية الوطن وترابه أمر شريف وعظيم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي الكليات العسكرية إن المهمة التي تدربتم من أجلها حتى تقوموا بتنفيذها هي من أشرف المهام. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية: مهمة حماية وطن وترابه وحماية أهله وناسه أمر شريف وعظيم. 10 دول أفريقية تطالب إفاد بزيادة التمويل للقضاء على الفقر والجوع. طلب رؤساء 10 دول أفريقية اليوم بزيادة تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر والجوع خاصة في أفريقيا، حيث وجه رؤساء أنغولا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وأثيوبيا وجامبيا وكينيا والسنغال وسيراليون وتوجو خطابات إلى نظائرهم في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأسيا، أكدوا فيها مشاركتهم الصندوق رؤية الوصول إلى مجتمعات ريفية مزدهرة يعيش فيها السكان في مأمن من الفقر والجوع. وعلى الصعيد الدولي، روسيا تبدي استعداداً لتجميد الرؤوس النووية من أجل تمديد معاهدة نيو ستارت. قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لتجميد عدد رؤوسها النووية إجمالاً إذا اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة من أجل تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة لمدة عام. وتم توقيع معاهدة نيو ستارت في 2010، ومن المقرر انتهاء العمل بها في فبراير، وهذه آخر معاهدة للحد من الترسانة النووية الاستراتيجية التي يمتلكها البلدان. وعلى الصعيد الرياضي، اتحاد الكرة الدوري الجديد ينطلق أواخر نوفمبر، وقرار كاف يؤكد ثقته في الفار المصرية. كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق في أواخر نوفمبر. وأضاف في تصريحات إذاعية: أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم الفيديو أفضل من الدوري الحالي، وفي الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات في التقنية لحصولهم على رخصة استخدامها. تقارير تكشف رغبة نيمار في التجديد لباريس سان جيرمان. كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي نيمار في البقاء داخل باريس سان جيرمان الفرنسية بعد فترة من الشكوك حول إمكانية عودته إلى برشلونة. وكان نيمار قد كشف في أكثر من مناسبة عن رغبته في العودة إلى برشلونة لعدم شعوره بالسعادة مع باريس سان جيرمان بعد الانتقال إلى صفوفه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو. والأرصاد تحذر: موجة من عدم الاستقرار مستمرة حتى الأحد، وأمطار رعدية تصل للسيول. تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 حتى يوم الأحد الموافق 25 من أكتوبر لعام 2020 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وكشفت هيئة الأرصاد أن من المتوقع أن تسقط الأمطار اليوم الثلاثاء تكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية. وكشفت هيئة الأرصاد أنه مع يوم غد الأربعاء تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية، السلوم وسيوة ومطروح والضبعة والإسكندرية ومناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ، تمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا. والآن نختم بأهم أخبار المالي والأعمال. تراجع أسعار النفط بعد تحذيرات أوبك من تأثير تفشي كورونا على معدلات الطلب. تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تحذيرات من قبل مسؤولي تحالف أوبك النفطي بشأن تأثير تجدد تفشي كورونا السلبي على معدلات الاستهلاك والطلب على النفط الخام. صعيد التداولات: هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3% إلى 42.48 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكية تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل. إلى هنا وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية. يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. طابت أوقاتكم.